ديكا من ثلاثة لاعبين. سليم الجديد، سليم الجديد يندفع وينطلق، باهم سليم الجديد ما تخرجش كرة مزالة وانا فايل هيبقى على الميدان. سليم الجديد ينطلق، ينطلق قبل لا شيء من جانب الي ترابلس الليبي. سليم الجديد، سليم الجديد يراوغ الكرة، الحكم يقول مخالفة لصالح النجم، مخالفة لصالح النجم. قائد الفريق احمد اجو ياخذها، سليم الجديد يمر، سليم الجديد مع عماد الدماني طويلة الكرة، فما المهمة اللي نفخ في موقع دفاعي، فما سليم الجديد، سليم الجديد يلمس الكرة لكن ياخذها اللاعب الليبي، لكن ترجع من جديد لصالح النجم. سيدات بخاري، سيدات بخاري، ايميكاو برا، هجوم عاكس، ايميكاو بلمسة برك في اتجاه بالقاسم طنيش، وجه لواجه وعلى العارضة الكرة، كرة للعب، كرة تتلعب في اتجاه سليم الجديد، فما ايفرسون لمسة برك مباشرة. اللقاء باش ينتهي في 90 دقيقة فقط. كرة لسليم الجديد، تحول الجهة اليسرى، سليم الجديد، سليم الجديد عكس هجوم جديد سريع، سليم الجديد يدخل من تحت العمليات مع عمر داود، حاب يمرر والكرة مرمى. سليم الجديد اللي قاعد يقدم في مردود طيب كذلك، كان في اللقاء الأخير سليم الجيد قدم الإضافة مع على الغرار على ضوء اللي شفناه في المقابلة هذه يعني نص ساعة. ياخذها بسام البولعابي، كرة سليم الجديد يربط كورته يحط على الميدان إيفيرسو، باهي تبديل اللعب مباشرة أيمن في هذا اللقاء. كرة جاية سليم الجديد لمسة برك، أما السيدات بخاري يسقط عبد الرحمن خالد، تتلعب بسرعة سليم الجديد يمشي له عمر داوود، سليم الجديد يوزع ويميك كان صوب الكرة، إعادة العملية في مرتين، المرة الأولى تمشي أيمن عبد النور، التوزيع اتجاه سليم الجديد ويلمس كرة بالراس وتدخل الحارس ناصر الخطروس. دو وبكر سدو أرضية، أحمد أجدو، أحمد أجدو يمر وتدخل من سليم الجديد يحط الكرة في التماس. تفاعل جماهير النجم مع الهدف الثاني لعمار جمل للعب من جديد، توصل بوبكر سادو يراوغ الكرة لكن تدخل من سليم الجديد والتماس من جديد. فين يمكن يكون الاطمئنان؟ الفريق الليبي مش يبقى في الوضعيه هذه، باش يجازف اكثر ونتصور باش يمشي يعني هجوم بصفه مكثفه. هجوم عكسي صالح النجم، واحد اثنين باهي من سليم الجديد يسقط على الميدان والمخالف. هذه باش يجازف اكثر ونتصور باش يمشي يعني هجوم بصفه مكثفه. هجوم عكسي صالح النجم، واحد اثنين باهي من سليم الجديد يسقط على الميدان والمخالف. منير المبروك، احمد اجدو باهي تدخل من سليم الجديد، رضوان الفالحي اتجاه السدات الاخيره، سامر سعيد يوزع باهي من بسام البولعابي، ثم سليم الجديد لمسه برك نجاح، ترجع كره بسام البولعابي طويله في اتجاه سليم الجديد، سليم الجديد باهي ممتازه يسقط على الميدان والكره توصل للكره رضوان الفالحي. سليم الجديد يحط الكره امامه، ينطلق سليم الجديد يسقط على الميدان، الحكم يعتبر مخالفه لصالح النجم. رامي قصيه الكره في اتجاه سليم الجديد، يدخل من تحت العمليات يوزع عمر داود. رامي قصيه الكره في اتجاه سليم الجديد، يدخل من تحت العمليات يوزع عمر داود. اخطأ الكره، فما سليم الجديد في الاستقبال، سليم الجديد يلعبها محمد علي نفخه، جاسم تنيس نفخه. عمليه للنجم قبل ما نعطيكم تشكيله الزوز فرق، هذا سليم الجديد، سليم الجديد بالقدم، فما اتجاه ايمن عبد النور والتصويب خارج الاصابات. حمدي المبروك بعد الانذار الثالث، وايمي كاوبرا اختيارات فنيه من المدرس. الوجه الجباري يمر، وجه الجباري يمر ينطلق، لكن تدخل ممتاز من سليم الجديد في موقع دفاعي مره اولى مره ثانيه، وشاكر زواغي وراوغ يمرر. الوجه الجباري يمر، وجه الجباري يمر ينطلق، لكن تدخل ممتاز من سليم الجديد في موقع دفاعي مره اولى مره ثانيه، وشاكر زواغي وراوغ يمرر. استميت محمد سلا، كذلك محمد سلا يقدم في مردود طيب في محور دفاع النادي البنزرتي. سليم الجديد يفتك الكرة وينطلق، فما بعض التغييرات، خير المدرب باش يبدل شوية في مراكز اللاعبين. توصل كرة سليم بلقاسم، سليم بلقاسم، بن بلقاسم، مشاكر الزواغي، جديد، جديد يلعب مع عصام الجبالي، باش يصوب عصام الجبالي، يحضر روحه لشقيقه، نافع الجبالي، أرضية سليم جديد، وسقوط سليم جديد، فما مخالفة، مخالفة قريبة من منطقة العمليات.
قريبه من خط ال 18 متر او يعادل العمليه فعلا. خالفه من وليد الهيشري على سليم جديد. شاكر زواغي يراوغ ممتازه ارضيه باهي سليم جديد. سليم جديد يلقى المساحه. سليم جديد ومع وليد الهيشري يمر يمر لكن محمد سيلا كذلك يتدخل ويتحصل على تماس. سليم جديد سليم جديد يتحصل على تقدم امرؤ الطيف في وسط الميدان. شاكر زواغي وسليم جديد بالقدم ممتازه. سيدات بخاري يلعب مع العصام الجبالي حط كره ساقه اليمين هدف ممتاز. هدف ممتاز جدا من عصام الجبالي. عصام الجبالي يحقق الهدف الثاني للنجم في الدقيقه. عصام الجبالي عاد العمليه باهي بالقدم كانت لسليم الجديد. سيدات بخاري يحذر العصام الجبالي بالرجل اليسرى يحط الكره على ساقه اليمين بامتياز كبير. سليم باب القاسم بالقدم الايمن عبد النور. سليم جديد وزع ضربة مرمى مردود. النجم تحسن في هذا الشوط الثاني تمريرة طيبة فنيات كبيرة بين سليم بالقاسم. سليم جديد حليل. سليم جديد يمر. سليم جديد يمشي يوزع والهدف الثالث للنجم. سداد بخاري حقق الهدف الثالث للنجم. تسابق وتلاحق بين الفريقين. سليم جديد يمر امام ثلاثة لاعبين يوزع بامتياز كبير وسيدات بخاري يضيف الهدف الثاني في رصيده والهدف الثالث للنجم. القاسم المشترك بين الفريقين انهم الاثنين يوم الاربعاء اقتطع ورقة الترشح الى الدور ثمن النهائي لكأس سيادة رئيس الجمهورية. النجم الذي سعلي في المرسى على حساب المستقبل بهدف المهدي بن ضيف الله والنادي الذي صفاقسي ولو بصعوبة مع تحية لفريق مكارم المهدية على الوجه الممتاز اللي ظهر به. بطبيعة الحال مباراة دامت 120 دقيقة. والطيب في بداية هذه المباراة الكرة السريعة لصالح النجم الرياضي الساحلي توصل للاعب سليم الجديد يراوغ. سليم الجديد قبل ما تخرج الكرة والحارس الأمامي وتمر ودفاع النجم الرياضي الساحلي في التغطية توصل الكرة لسليم الجديد بين لاعبين يتحصل على ضربة مخالفة. سليم الجديد هذا اللاعب الشاب اللي يتألق في المباراة يتنفذ من وليد يكن في اتجاه سليم جديد. مصعب سيسي والهجوم لصالح النجم. أيمن عبد النور يكمل الكرة والدفاع من عصام المرداسي إلى التماس. جديد افتكاك الكرة من النجم الرياضي الساحلي يضغط على النادي الرياضي الصفاقسي والهجوم لصالح النجم داخل مناطق الجزاء والحارس جسم الخلوفي. فتح الغربي على ما أعتقد هاي الإعادة لعملية سليم جديد كانت فرصة. الكرة بسرعة لصالح النجم الرياضي الساحلي يتنفذ التماس والخلف أيضا للنجم ومحمد ساكو في التنفيذ ترويض الكرة دخل على فكرة محمد علي نفخة اليوم يستوفي عقوبة الإنذار الثالث. اليوم يسجل عودته إلى المباريات بعد ما غاب عن لقاء الكأس ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي والتنفيذ من اللاعب وليد يكن لصالح النجم الرياضي الساحلي. مصعب سيسي مصعب او سليم جديد. سليم جديد يدخل بالكرة مصعب سيسي يخليها لسليم جديد. مصعب سيسي اختيرها داخل منطقة الجزاء امام محمد يرويد يراوغ ويسدد باليمين والحارس. تعدد العمليات اللمسه الاخيره يعني داخل منطقه الجزاء بالدقه اللازمه غايبه الى حد الان. وهذا هجوم لصالح النجم. سليم جديد يتوغل. سليم جديد يتوغل وعصام المرداسي يتالق ويحط الكره في الركنيه امام سرعه جديد امامنا على الصوره خبره المرداسي وضربه ركنيه لصالح النجم الرياضي. فاتح الغربي قص الكرة مرة أخرى تقريبا في 43 متر من النادي الرياضي الصفاقسي قاعد التوزيعة طويلة في اتجاه أحمد العكيش أو سليم جديد. سليم جديد يمشي الكرة يلحق عليها يحاول المرور. ايش يقول الحكم؟ يقول تماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. روح رياضية أكيد مطلوبة روح رياضية في مباراة ودية. الهدف منها هو اتجاه مجدي المصراتي محاولة للمرور
معاه اللاعب دومينيك اللي قصد الكره ويتعكس الهجوم ما فماش مخالفه. اللمسه واحده التصويب ربما الان والحارس رؤوف الراتولي في الموقع المناسب العكايشي وسليم جديد والتصويبه كانت تبني دريا الصفاقسي نظرا لصغار سنهم. سليم جديد توزع الكره عاليه على الجهه اليسرى احمد العكايشي كانت مره اولى احمد العكايشي بالراس طيبة في اتجاه سليم جديد لكن التدخل من حمدي رويدي خرج كرة في التماس لفائدة النادي مصعب ساسي. طيب الكرة في اتجاه سليم جديد دور الكرة مليح توصل سوسي ضيف فريق النجم الساحلي وحاول للعب لمسة واحدة لابد أن تغتنم كل فرصة. ترجع الكرة مرة ثانية سليم جديد وركنية ركنيه نجم الساحلي ان شاء الله يرجع النجم عمر في افريقيا. ترجع الكره من الدفاع التونسي في وسط الميدان طويله مره اخرى على 3 نقاط نتيجه وجراء فوز ب 2-0 على فريق الهارتلاند النيجيري. كره تتهيأ مره ثانيه ولا احلى ممتازه من العكاشي اربح التيرا اربح الكره مش ممكن الكروسات الكل من اليمين واليسار سيئه جدا. لا تقريب 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. إن شاء الله 1-0. مهم جدا نتعادل على الأقل في هذه الفترة الأولى. سليم جديد مازال عندنا برشا وقت. سليم جديد شو اللي ما نحبوش؟ أنه نجم يخاف ما يلعبش على مستواه. العب على مستواه كل يصير يصير ما فيش أوصال. الكرة الأخيرة تقريبا في نفس الخط أنا نقول. في العب على مستواه كل يصير يصير ما فيش أوصال. ترجع الكرة مرة أخرى نفخة ممتاز. تلعب الكرة في الوسط. والتماس لسليم جديد لعب في الشوط الاول 1-0 مازامبي. ترجع الكره لجديد باهيه يتقدم نفخه يلعب كره فماش تسلل مش ممكن بخاري يتقدم الهجوم جديد توصل الكره عن طريق نافع يمشي ممتازه متسقيك برافو يا جديد ممتاز هذا هي الروح. 38 من زمن الشوط الاول شوت يوفا 2-1 خير وبركه عن استعاده ممكن الجمهور للمباريات بعد عطله الصيف والراحه طبعا. تمشي كره بانطلاقه للنجم الساحلي كره خطيره جدا بخاري انطلاقه عن استعاده ممكن الجمهور للمباريات بعد عطله الصيف والراحه طبعا. تمشي كره بانطلاقه للنجم الساحلي كره خطيره جدا بخاري انطلاقه بوقف مليح في الميدان قدر مليح الملعب الفريق الكونغولي. تمشي كره عن طريق وانطلاقه جديد الحل لمباغاه الدفاع امانه ما شفتوش دفاع ايطالي شوف فيه دفاع ممكن اختراقه في اي لحظه اختراق الكونغولي ممكن جدا من جديد او جبالي بمسانده من الباكات الظهيرين اللي تقريب ما شفناهم مش من الناحيه الهجوميه سوى نفع جبالي من اليمين وخاصه عبد النور على اليسار. ينطلق هجوم النجم بكره جديده اول كره من نافع خطيره للحارس كيد يابا انطلاقه اخرى لهجوم النجم الساحلي لان كونغولي. ترجع الكره مره اخرى لفريق النجم الانطلاقه وفي المرتدات الرقم 11 ميلوتاك كابونغو هدف الفريق وكابو رميه جانبيه للفريق الكونغولي. النجم الرياضي الساحلي مع بدايه هذا الشوط الثاني هذا هجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي 1-2 كره مد علي الهمامي بالراس ترجع كره مره اخرى سليم جديد عصام جبالي سليم جديد وتدخل الدفاع كره تخرج 6 امتار صالح النجم الرياضي الساحلي ايمن عبد النور. اكيد تغييرات وتوصيات خلال هذا الشوط الثاني وايمن عبد النور يرفع في القائمة الثاني والسرعة لعمار جمل سليم جديد بالقاسم تنيش اللي عوض أحمد العكاش يحضر سليم جديد لطفي الحاج محمد يخلي الكرة تمشي لنافع الجبالي يلعب مع سليم جديد يتوغل يوزع كرة في القائمة الثاني تدخل أحمد العكاش يحضر سليم جديد لطفي الحاج محمد يخلي الكرة تمشي لنافع الجبالي يلعب مع سليم جديد يتوغل يوزع كرة في القائمة الثاني تدخل نافع الجبالي سادات بوكاري ل
السعودي محمد علي نفخة، نافع الجبالي، سليم جديد يوزع وتدخل الدفاع عند سليم جديد يوزع وتدخل على حافة الميدان بين الحكم الرابع والمدرب أو المساعد نتاعو تبع هذه العملية من سابر المحمدي سامح الدربالي. تتقص الكرة من سليم جديد ترجع مرة ثانية. انتصف الشوط الثاني 2-0 في النجم الرياضي الساحلي أمام الأولمبي الباجي في هذه المباراة. كرة في اتجاه سادات بوكاري معوض علي الهمامي في المحاولة الأخيرة. النهار يرفع بالقاسم تنيش لسليم جديد، سليم جديد عصام الجبالي، عصام الجبالي في بداية هذا الهجوم يتحرك سليم جديد خير بالطبيعة بعد المجهود البدني الكبير اللي كما تحدثت عليه في مقابلات الفارطة. وسليم جديد في هذا المحاولة، سليم جديد اللي دخل في الشوط الثاني أكثر جاهزية بدنية من قيد زملائه يربح هذه المخالفة.